كما وتوالت ردود الفعل المنددة بإقرار الكنيسة الإسرائيلية لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، حيث دانت الرئاسة الفلسطينية قرار الكنيسة الإسرائيلية معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال ومخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية. من جهتها نددت جامعة الدول العربية بالمصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للأرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية. في السياق أكد البرلمان العربي رفضه التام وإدانته لقانون الدولة القومية، مشددا على أن القانون يكرس علنا نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين. كما دان الأردن تبني الكنيسة الإسرائيلية للقانون معتبرا أنه يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية. الأزهر الشريف أيضا دان بشدة القانون الإسرائيلي مشددا على أن تلك الخطوة الباطلة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تبني إسرائيل للقانون معتبرا أنه يهدد بتعقيد حل الدولتين، كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه على إسرائيل احترام المبادئ الأساسية.